مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصر اليوم، معكم محمد رمزي مؤنس، وتغطية جديدة من أمام مستشفى المنصورة الدولي أثناء تشريح بثمان طفلة صغيرة عمرها 4 سنين ونص بعد العثور 3 سنين ونص بعد العثور عليها على عربة قارو محملة بالقش تقودها سيدة داخل عزبة البنزيمة التابعة لمركز الستموني بمحافظة الدقهلية. طبعا تم العثور على الطفلة مقتولة في ظروف غامضة، وذلك بعد تغيبها عن منزلها لمدة يوم كامل، ويكثف ضباط مباحث مركز الستموني ملابسات الوقعة. الفحص تبين أن الجثة للطفلة تدعى شيرين رضا السيد جابر عمرها 3 سنين ونص، مقيمة بقرية 34 الضرافيل بالحفيل مركز بالقاس، ومتغيبة عن منزلها منذ يوم. طبعا كان احد الاهالي اشتبه في السيدة اللي بتقود عربية قارو محملة بمخلفات القش، وظل يراقبها حتى وصلت لقرية البنزيمة، وبعدها قام باستيقافها مع مجموعة من الاهالي، وبتفتيش العربة عثروا على جثة الطفلة، جثة هامدة داخل بطانية وموثقة بالحبال. معانا اهل المجني عليها، اهل الطفلة، هنعرف تفاصيل الواقعة. اولا البقاء لله. عرفنا الاول يعني البنت كانت مختفيه بقالها قد ايه، وانتوا عملتوا ايه عشان تبحثوا عنها؟ امبارح انا جايب من الشغل وكده، فمتعود ليها دايما بتقابلني، لازم تقابلني بالحضن، يا بابا مش عارف ايه، يا بابا انا عاوز جنيه، فلازم لا مستنيها. فجت من الشغل ما لقيتهاش، فبسال والدتي يا ماما امال فين شيرين؟ قالت لي يابا كانت حاجه حلوه وراحت عند جدار جده في نفس الشارع. فقلت ماشي، فقمت اتغرد امه وكده، وقلت انزل اشوفها، لما بتعود لا تقابلني دايما مش عادي ده لا تسيبني. انت عمها؟ انا عمها. تمام. بس هي بترش غير يا بابا، لان احنا ما عندناش غير هي الوحيده في البيت، هي واخوها، بس هي الوحيده المحبوبه. تمام. فانا ام استنيتها اللي هي تيجي، ما جيش، في النوم قعدنا ندور عليها، قلبنا الدنيا عليها. قعدت يوم كامل 24 ساعه فعلا تدوروا عليها؟ ندور من امبارح العصر، ورحت للسيده اللي خطفها دي وسالتها، لان الست دي جارتكم؟ جارتنا، وكان ابنها بيلعب معاها بقاله 10 ايام مختلط بينا. تمام. في النوم رحت سالتها، قلت ابني كان مع البنت وراحت فين؟ لان مرات قالت لي كان مع احمد ابن اسلام الشاطر. تمام. فالنوم رحت سالتها، قلت لها والله ما شفتها، قلت لها هي ما كانتش بتلعب؟ قالت لها كانت هنا بس هي سرحت. 3 سنين تسرح تروح فين؟ 3 سنين ونص. 3 سنين ونص تسرح فين؟ عمرها في حياتها ما طلعت بره، من درجة ده السعيد لدار جدها ابو ابوها. هل كان في خلافات مثلا بما انها جارتكم، اي خلافات، اي مشاكل بينكم وبين بعض او اي حاجه؟ ما فيش اي خلافات، دايما هم اولادهم قاعدين عندنا وعند دار جدها السعيده ال 24 ساعه مختلطين ببعض في ببعض. حتى ساعه بكلم لم كان كل البلد يد واحده، مسكنا المروه مروه ومروه، قفلنا البحور. اتكشفت ان الست دي محمله جثمان الطفله ازاي؟ واحنا النهارده احنا بندور نلف في الكاميرات والدنيا، وقفلنا البحر بالفعل، لان ما بقاش قدامنا غير البحر، ان هي غرقت. فقفلنا البحر عشان ينشف. فنوم دار في كاميرات، في واحد عندنا ابن حلال فشافها وهي معديه، فشك فيها. فقال انت رايحه فين؟ قالت له رايح البنزين. طبعا عمرها ما ركبت عربيه كارو ومشت. طب ايه ده بقى سبب الشك؟ ان هي عمرها ما سائت عربيه كارو او مشت بعربيه كارو في القريه؟ عمرها. تمام. هي قاعده، جوزها مسافر بره 3 سنين، وعمرها ما سرحت ولا راحت. قال لو سرحت بعد يوم، بس عمرها ما ركبت عربيه كهرباء ومشت لوحدها. تمام. طب ايه القش اللي معاك دي؟ قش نضيف. قالت لها راح البنزيمه وجا وهرميه بره. فنوم شك فيها برضه، واحنا طبعا مشينا على طول نضيف البحور. فهو يعني زي ما تقول حاجه لقيته، قام راجع تاني. اما رجع تاني كانت وصلت البنزيمه وراها، يشوفها بتعمل ايه. يدنيته بقى مراقبها يشوف هي بتعمل ايه. ولا راكبه العربيه دي ليه ولا في ايه؟ احنا ما رحناش على كلامه. تمام. قال لك بيلف وراها، لا عماله تلف، ولقت بيت هناك فراحت ارميها فين. ليه بقى؟ لان احنا امبارح لما دورنا لما زقنا فضلنا ندور طول الليل، جينا الفجر قلنا خلاص النار يطلع، ما فيش غير الغجر في البنزين. خطفوها بقى كده، ما فيش في بحر ولا في حاجه. تمام. فطبعا هم سمعوا الكلمه. وراحت ترمى. لما سمعوا الكلمه عاوزين يودوها هناك عشان القضيه تلبس في الغدر الموجودين في القريه. تمام. وحتى حماه قال لك احنا نروح نكسرهم ونضرب ونعمل ونسوي. استوقفها بقى ازاي يعني؟ هو لما راقبها ايه بقى اللي حصل؟ لما حصل هو مراقبها من بعيد، فشافها لقى بيت هناك بالناي، فراحت ترمي ايه الشكاره، القش بالشكاره والكلام ده. تمام. قاعده فوق منها، قاعده فوق الطفل، قاعده فوق الطفل، حط القش فوق الشكاره، قاعده فوق منها. مفيش انسانيه ولا في رحمه ولا في دين.
تمام. فالام لا دي في ايه؟ قالت له ما فيش حاجه انا قاعد في النوع ميل لي اشوف. قالت له ما فيش حاجه. فالام بيمد ايده لقى لحمه طريه. فالام قام شاددها قاعده فوق ملزم مخده. فتح الشكاره لقى الطفل. فتح الشكاره لقى الطفل. لا حول ولا قوه الا بالله. مخنوقه ومتبهدله. ومتكتفه بحبال فعلا. متبهدله بهدله صعبه. مفيش حبال. مفيش حبال. ما تعرفش الشكاره بس مفيش حبال ولا في حاجه. تمام. بس متبهدله وشها كله ازرق ومتبهدله بهدله صعبه عشان كانت قاعده عليها العربيه. فقضاها بصاف البيت هناك في البنزين. وطلبوا الشرطه وطلع دم من حلاقه ودني مطلع دم من قعدتها عليها. اه لا حول ولا قوه الا بالله. بنقعد مع ده 24 سنه ولا 28 سنه قاعده فوق الطفله 3 سنين ونص. ذنبها ايه الطفله دي؟ لحمه طريه. لحمه طريه ذنبها ايه؟ انتوا تواجدكم الان امام مستشفى الدولي منتظرين تشريح الجثمان لتشريع المسؤول الاخير. تمام. ابو بطالب قانون وقضاء العالي بالشان حق طفل الاعدام شانا وبحكم مهما عاجل. اقترنت القضيه باي سبب الطفله ملهاش ذنب فدي قضيه مقترنه قتل مع سبق الاصرار والترصد. ما هي ذنبها ايه الطفله؟ مفيش بينا وبينهم بعض حاجه. مفيش اي مشاكل ودايما عندنا وبتيجي وبتاخد العيال ودينا بقالهم 10 ايام على هذا الحال. عمره ما حد زعلها ولادها ولاد ذنبها الطفل. لا حول ولا قوه. القريه كلها مقلوبه وقاره البنزيمه جات مسكنا المراوي مسكنا الاراضي مسكنا الحطب مصابه مصابه مسكنا القش الدنيا كلها دورنا فيه ورحنا نسال ابنها. انما ربنا قالها من الشخص ده ان هو يشك في الست دي لانها ما ركبتش قاره قبل كده. لا ما ركبتش. فشك فيها من هنا فهنا اكتشفت الجريمه. اه ورحنا نسال ابنها. قالت لا ما حدش يسال ابني ما تخوفوش ابني ما يعرفش حاجه. طب يا بنتي. قالت ما نعرفش حاجه ملناش دعوه. ابنها طب ليه كده؟ ابنها اللي كان بيلعب معاها عاوزين نساله بس وداها فين؟ او هي راحت اخر مره او هي سابته وراحت فين؟ ممكن تكون استدرجت الطفل عن طريق الطفل ده. اكيد. فكان عاوزين نعرف بس نسال. زعقت مسكت فين وقالت لا. طب نرجع ونتكلم مع جد الطفله. عرفنا بحضرتك الاول يا حاج وعرفنا ايه اللي حصل بالظبط. انا المهندس رشاد عباس عبد الله ابا جد الطفله خال والدها الطفله المقتوله. اللي حصل ان امبارح يوم الخميس 26/11 ان الطفله من العصر اختفت. قعدوا يدوروا عليها والقريه اتجمعت قريه 34 وقعدوا يدوروا عليها في الشوارع. بعد كده بداوا يدوروا عليها في البحر وفي المراوي والمصارف. قعدوا لغايه الساعه 3 الفجر يدوروا عليها ما لقوهاش. فالصبح راحوا على اساس نبلغ مركز شرطة الستمونة بعد 24 ساعة عشان اختفاء الطفلة. محضر تغيب. نقول لهم لمركز شرطة الستمونة ان الطفلة من امبارح العصر ما جاتش وبندور عليها وما وجدناهاش. تمام. فرحلنا نعمل المحضر تم الاتصال بنا لقينا الطفلة مقتولة. ايه يا جماعة اللي حصل مقتولة ازاي؟ قالوا فلانة اللي قتلتها حطيتها في شكارة على عربية كار عمرها ما ركبت عربية كار. فواحد شك فيه اسمه سامح صاحب مخبز في البلد. تمام. فراقبها. انت راحت فين؟ قالت له ده راح البنزيمي. اترين راحت حطها في منزل مهجور هناك في البنزيمي على اساس تبعد الشبهة عنها. تمام. نهائي لانها ده مقتولة في قرية تانية. لان انتوا في الوقت ده زي ما عمها قال ان انتوا ذكرتوا الغجر اللي ساكنين داخل القرية. انها تبعد الشبهة عنها. سمعوا ان انتوا ذكرتوها فهو بقى عايزة تبعد التهمة عنها. فترقبها قال لها ايه اللي انت قاعد عليه؟ قالت له ده قش. قال لا لا. وراح توديه فين؟ طب ما كنت رميتيه هنا في البلد. راح توديه البنزينة ليه؟ قرية تانية بينها وبين القرية بتاعت المقتولة كيلو ونص او 2 كيلو تقريبا. 3 كيلو. خدت بال سيادتك؟ فقال لها طيب انا عايز اشوف القش اللي تحت الدنيا. ومد ايده لقاها الجثة. لا لا. اما سكة الناس اتهمت. سؤال بس يا حاج معلش. يعني حضرتك اكيد بما انكم منطقه ريفيه اكيد كل اهل البلد قريبين من بعض. كلهم متجمعين. قريبين من بعض ومتجمعين. يعني الست دي جاره اهل المجنى عليها اهل الطفله جارتها. علاقتها بكم ايه؟ ولا اي شيء. ولا شيء. كويس. ما كناش ننتظر كده ابدا. التعاملات كانت معاها ازاي؟ والله كلمة في اي حاجة. اي تعاملات حسنة. ما فيش اي شيء. طب هل في شيء معين يدفعها للقتل او يدفعها للارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة؟ احنا دي اللي احنا بنتعجب له. ازاي
ازاي تجرؤ على طفلة 3 سنين ونص طفلة بريئة تقتلها من غير سبب؟ عايزه منها ايه؟ بدون خلافات، بدون خلافات نهائي، لا مع الاهل ولا خدت بال سيادتك. طب سؤال هنا، سؤال مجازي يا حاج لو سمحت. هل الطفله كان في ودنها مثلا حاله وجبناها لما لقيناها مقتوله؟ لقينا ما فيش في ودنها الحلق. تمام، خدت بال سيادتك. تمام، فاني بطالب فخامه رئيس الجمهوريه اللي حمى مصر وحماها الله، وبطالب النائب العام بمحاكمة عاجلة والإعدام، لأن القصاص موجود بالقرآن الكريم وإحنا مسلمين، من قتل فليقتل بعد حين. وطفلة بريئة، طفلة بريئة 3 سنين ونص يا دوبك بتمشي. ليه؟ يبقى لو ما تمش محاكمة عاجلة يبقى هذا الموضوع هينتشر، فإحنا عايزين نمنع الاحداث ديت من داخل مصر اللي حماها ربنا. ربنا اهبطوا مصر ان شاء الله امنين، ده القران ان شاء الله امنين. فانا بطالب النائب العام وبقول له يا فخامه المستشار النائب العام، نرجو محاكمه عاجله والاعدام حتى تكون عبره للغير، حتى لا يتكرر هذا الحدث. وهذه يجي ان شاء الله يجي، والراي العام كله متعاطف معاك. وارجو ان هذا الموضوع ينتشر في القنوات الفضائية، في القنوات الفضائية حتى الناس يبصوا لهم ويعرفوا. يعني رجائي ان القنوات الفضائية يتنشر عليها الحديث ده خالص اعزائي، حتى يكون عبرة للغير. ان شاء الله صوتك هيوصل والرأي العام متعاطف معاك، وان شاء الله وانا بقول لك محدش هيسمح بقتل طفلة بريئة عمرها 3 سنين. ايه اللي حصل في البلد؟ طفلة بريئة 3 سنوات، هل اي واحد يقبل على نفسه ان ابنه انا برضه سمعت يتقتل؟ انا سمعت كمان من عمها قبل اللايف مباشره ان هو كان بيقول ان هو كان بتستلف منه فلوس، يعني لو طلبت فلوس بيديلها. بيديلها وجوزها بره بقاله 3 سنين. بره كان بيستلف منه فلوس، هنا كان بيبعت له وجوزها بره. يعني انتوا كنتوا بتسلفوها، يعني ما كنتوا شايلين عنها؟ لا ما كنا، لو من اجل السرقه فانتوا ما شلتوش عنها فلوس. بس بعد ما البنت اتقتلت وروحنا بقى بنجيبها والواد ماسكها اللي هو الاستاذ سامح ده، لقيناها مقتوله وما فيش في ودنها حلق، الحلق اللي كان في ودنها مش موجود. تمام، ربنا يصبركم يا حاج، ربنا يصبركم ان شاء الله حقها هيجي باذن الله. وبطالب من فخامه رئيس الجمهوريه وارجو ان يسمع هذا الحوار، لانك حميت مصر يا فخامه رئيس الجمهوريه، وبطالب النائب العام ان يكون محاكمه عادله ان شاء الله حقها جاي. ماشي يا حاج، هرجع لحضرتك بس واسالك سؤال اخير. حضرتك قبل اللايف مباشرة قلت لي ان هي كانت لما بتحتاج فلوس او بتحتاج منكم اي حاجة كانت بتيجي عليكم وبتقصدكم وانتم ما كنتوش بتردوها. لا أبداً، ابدا. اخر مرة اخذت منك فلوس امتى سلف؟ بقالي عطار بقالي 4 شهور أو 5. كان مبلغ كبير. كان جوزها غايب وقال لي جوزها مسافر 3 سنين، قالت لما جوزها شاف فلوسها بعتها، فما شغلتش بالي بيها. وانت ما فيش مشكلة بتدي لها؟ اديت لها الفلوس اللي عاوزاها. يعني ما كنتوش شايلين عنها حاجة؟ لا ما فيش. وما فيش في دماغنا اي حاجه. واول حد غدرت بيه وخانته هو انت؟ عمرنا ما لنا اعداء ولا حد بيكرهنا في العزبه، الحمد لله محبوبين وبنحب كل الناس، لان احنا كلنا قريه واحده وكلها واحد ويد واحده، ما فيش حد غريب، كلها اهل وقرايب ونسايب. وطالب مقائد العام كل العام بالحكم فورا وبالقضاء العام وسياده الرئيس، أطالب يا سعادة الرئيس يا حم مصر، أطالب من سيادتك تباشر القضية وتدخلنا رأي عاجل. طبعا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصر اليوم، زي ما حضراتكم سمعتم، سيدة كانت قريبة من جيرانها وكانت بتستلف منهم فلوس وكانت بتاخد منهم فلوس وما كانوش بيشيلوا عنها أي حاجة. الست استدرجت الطفلة عمرها 3 سنين ونص، طول 20 رضا، عمرها 3 سنين ونص، استدرجتها قتلتها، الله أعلم قتلتها ليه، لأن حتى الآن لم نقف على الأسباب الرئيسية، ولكن قتلتها، أخدتها على عربية قارو، مشيت بيها، حطت قش على العربية، حطيتها جوه شوال، قعدت فوق الطفلة الصغيرة على العربية القارو، مشت 3.5 كيلو وهي قاعدة على الطفلة. أحد جيرانهم شك فيها لأنها أول مرة تركب عربية قارو، مشي وراها، جمع مجموعة من الأهالي، استوقفها
شك في الشقارة اللي تحتها، حط ايده عليها لقاها الطفلة في الوقت ده تم التحفظ عليها وتم إبلاغ الشرطة. احنا معاكم الآن من أمام مستشفى المنصورة الدولي أثناء تشريح الجثمان لتشييعه لمسواه الأخير. الأهل بيطالبوا بالقصاص العادل، بيطالبوا النائب العام بسرعة القصاص العادل من مثل هذه المجرمة اللي قامت بقتل روح بريئة، ملاك بريء، طفل صغير لا يفقه أي شيء ولا يعرف أي حاجة عن الضغينة أو الحقد أو الكراهية أو ما يحدث في الدنيا. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصري اليوم، كان معاكم في التغطية من أمام مستشفى المنصورة الدولي محمد رمزي مونس. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.